وقل رب زدني علما. لا صلاح ولا سعادة للعبد فردا ولا للجماعة مجتمعا إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن أحبه الله عز وجل فإنه السعيد في الدنيا والآخرة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا يشمل الفرد والأولياء جماعة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، وهو المطيع لله ولرسوله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. أي سعادة هي أعظم من هذه السعادة لمن أحبه الله عز وجل؟ والناس درجات، فإن كل مؤمن يحبه الله عز وجل، وكلما كمل إيمان العبد وزاد كلما زادت محبة الله عز وجل لذلك العبد. ولذلك فإن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون جميعا، وتزداد الولاية بحسب ازدياد الطاعة كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل.